كيف كتشوفوا معايا دابا جينا باش نشوفوا احد الحقول ديال الفواكه الحمراء. قطاع الفواكه الحمراء قطاع مهم وعنده مكانه مهمه هنا في المنطقه وفي تصاعد من سنه على الاخرى، ونظرا لعده مؤهلات منها القرب ديال المنطقه لاوروبا ووجود يعني لي زانفراستركتور مهمين بحال البورميد والروتوروت القرب ديالها، وكذلك الجانب المعرفي ديال الفلاح والتعامل ديالو مع الفواكه الحمراء، ووجود عاوتاني يد عامله مؤهله هنا، وكذلك وجود استثمارات مهمه من الاجانب اللي كيخدموا في هذا القطاع. كيتكون القطاع طبعا مضيعات فلاحيه بالانتاج، وهناك شبكه مهمه ديال الوحدات ديال التثمين اللي كتكلف بالتصدير. هذا القطاع هذا يشغل تقريبا 6 مليون يوم عمل بالنسبه للطيعه وفي الوحدات، وكذلك يخلق واحد رقم معاملات يقارب 3 ديال المليار ديال الدرهم. مساحه هنا ديال الفواكه الحمراء في المنطقه ديال لوكوس تقارب 5000، يعني 4800 وشي حاجه، نصف اكثر من نصفها في الفريز، والباقي موزع ما بين الفرومبواز والميرتيل. بالنسبه للفريز تقريبا نصف ديال الانتاج كيمشي للتصدير، اما بالنسبه للفواكه الباقي الفواكه الحمراء فاغلبها كيمشي للتصدير. هذا القطاع ديال الفواكه الحمراء الصغيره كذلك يعرف تنظيم مهم ديال الفلاحين وديال المنتجين وديال الموظبين اصحاب الوحدات ديال التوضيب والمصدرين. فبعد ما كانوا حوالي 6 تعاونيات وجوج جمعيات، هذه التنظيمات المهنيه تجمعت ودرت فيدراليه بين مهنيه للفواكه الحمراء على الصعيد ديال الوطني اللي عرفت الانشاء ديالها مؤخرا، وهذه الفيدراليه البين مهنيه هي اللي كتسهر واللي غتعطي دفعه قويه لهذ التنميه ديال هذا القطاع الفواكه الحمراء، وغتسهر على المصالح ديال المنتجين وديال المصدرين والمواطنين. السلام عليكم محمد. السلام اختي. المنطقه ديالكم معروفه بالفخاز. وي معروفه المنطقه هنا بلا برودكسيون ديال الفواكه الحمراء. الفواكه الحمراء بين بصفه عامه بينهم الفريز. حنا تنديروا الفريز هنا. يمكن تكلم لنا محمد على هذا المنتوج، المراحل اللي كيدوز منه باش يوصل لهذ المرحله هذه. المراحل اللي كيدوز منها اول حاجه كنبداو بها بريباراسيون دو سول. بريباراسيون دو سول، من بعد لا بريباراسيون دو سول كنجيبوا هاد الشتلات كيجيونا من على برا من اسبان. كيجيو في لو موا في شهر 9. شهر 9 تبدا لا بلونطاسيون. من بعد كنجيبو كنديرو هاد البوي الميكا لي سير سو سير، كنغطيو على حساب الشتا كتكون في الاول، حساب الريح باش كنكون موجدو داك المي فافورابل داك البلونط بدرجة الحرارة ديالها اللي كتبغي. كتكون بزاف ديال الخدمة باش كنوصلو لهاد المرحلة هادي، منها التسميد منها الأدوية، باش كاين لي مالادي اللي كيديفورمونا ما كيخليوناش داك الكاليتي ديال الفروي، يعني بحال منهم البوتريتيس منهم التريبس منهم الويديوم البيسون، هادو كامل واخ هاد لي مالادي الغافاجو كامل شكون حاربهم في الاول، وكل وحده في الوقيته اللي كتكون فيها. مي بحال هاد العام داز الجو العام كنقولو دخل بارد، كانت الوميديتي بزاف، كانت لي مالادي فونجي بزاف. المهم كان شويه ديال الخدمه، كان شويه ديال التمر هاد العام باش المحصول كان مزيان. دابا حنا ما كنفهموش بزاف. هي المحصول مزيان، مي كان شويه ديال الضياع بالنسبه لهاد الوميديتي، دارتنا شويه ديال الخمج المرض ديال بوتريتيس، دارتنا الخمج بزاف، يعني ضاعت واحد لا برودكسيون اللي كان في الوقيته اللي كان جاي البيك، ضاعت واحد 200 غرام ولا 250 غرام اللي ضاعت الفلاح. مي هاد العام غادي يكون خير. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. دابا كتجنيو في لافخيز ياك؟ كنجني. تقدري توريني غير الطريقه كيفاش كتجني؟ نجنيو من زوعه كترميها مزيانه، كديرها في الصندوق ديالها بلاصه. ساهل دونك، ساهل في الجن ديالو. ساهل، خص شويه ديال ساعه الخاطر. واحد حاجه خدمه ضروري ساهله، خصك تعرفي كي ديري تعاملي معاها، فهمتي؟ بصح اي حاجه.
اي حاجه معروفه. شحال تقريبا تيستغرق لك باش تعمري هذا الصندوق هذا؟ مع عدة قسمين، ربع ساعة كتعمر. وشحال من صندوق كديري في السوايع ديالك اللي خدامة؟ خدامة تصدر ساعة ديالي. لا شحال من صندوق كتعمري؟ على حسب السلعة. على حسب السلعة، السلعة كانت بزاف تقدري تلحقي العداد 40 صندوق، كانت شي سلعة ديك 20 صندوق وبارك هذاك الجد. الله يعاونك تبارك الله عليك.